بودكاست الفكرة وفكرة مع الأستاذ حكمة بعيني على راديو الرابعة. فكرة اليوم لها علاقة بالتواصل الإيجابي الرقمي في بيئة العمل، يعني ما بين المدراء والزملاء. طبعا كلنا بنعرف أن التواصل الإيجابي لا يقتصر على الكلام المسموع أو على الرسائل المتبادلة بين الزملاء، لأنه هناك طبعا طريقة أخرى للتواصل أو إضافية، مثلا كيفية الجلوس أو ارتداء الملابس، نبرة الصوت ولغة الجسد وغيرها من القضايا. ولكن في بيئة العمل الرقمي يعني Digital Communications الوضع بيصير أكثر صعوبة، لذلك على كل موظف أو مدير أنه ينتبه لمسألة التواصل الرقمي الإيجابي، استعداد أكبر خلال مناقشة الأمور على شبكات الزوم أو شبكات التواصل الرقمي، استعداد أكثر لاستخدام الصوت ولغة الجسد على منصات التواصل الرقمي، وأيضا استعداد أكبر للاحترام الأكبر وتبادل رسائل الاحترام ولغة الجسد بطريقة أفضل على وسائل التواصل الرقمي ما بين الزملاء والمدراء. انتهت الفكرة. هذه الحلقة مقتبسة من كتاب الفكرة وفكرة.